وعشان مفيش وقت بقى يلا بينا نبدا حلقتنا على طول من عند اكيد النادي الاهلي وخبر مفرح لناس كتير جدا من عشاق الجيل الذهبي للنادي الاهلي جيل مستر مانويل جوزيه. واحد من ابناء الجيل ده كابتن محمد شوقي ينضم لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يمكن كابتن محمود الخطيب رغم تحذيرات الاطباء ليه رجع من رحله علاج في فرنسا على النادي الاهلي مباشره وعمل اجتماع مع قطاع الناشئين، وامبارح كمان كان في اجتماع تاني وكان في قرار مهم جدا قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي المشرف العام على الكره عقب اجتماع امس الاربعاء مع لجنه التخطيط وبرئاسه الكابتن محسن صالح وعضويه كابتن زكريا ناصف وفي حضور كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره تعيين الكابتن محمد شوقي نائبا للكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع. وجاء هذا القرار في اطار تدعيم قطاع الناشئين بالكوادر الفنيه المؤهله في ظل تعدد المهام التي تحتاج الى جهود كبيره. ووقع الاختيار على الكابتن محمد شوقي نظرا لما يملكه من سيره ذاتيه متميزه وتمتعه بكفاءه عاليه وشهادات تدريبيه ومقومات شخصيه تساعده على افراز المواهب، فضلا عن تاريخه الكبير مع النادي الاهلي وتحقيق العديد من الانجازات عندما كان لاعبا على المستويين المحلي والقاري. كابتن محمد شوقي كان لاعب رائع وحصد بطولات عديده مع الجيل الذهبي جيل مانويل جوزيه وكمان مع منتخب مصر، وبدا مشواره التدريبي بسرعه واشتغل مع المنتخب الاولمبي ومع منتخب مصر الاول طبعا، واصبح يملك خبرات كبيره جدا. نتمنى له كل التوفيق مع النادي الاهلي. خبر مفرح الحقيقه، يعني لما بنشوف حد من ابناء النادي الاهلي اللي اخلصوا للنادي الاهلي واللي ادوا للنادي الاهلي تدرج وبدا بره النادي الاهلي، بدا في المنتخبات وبعد كده عمل كاس امم افريقيا اللي فاتت كانت مبشره جدا وكان ليه دور كبير جدا فيها. يمكن كابتن محمد شوقي كان نال ثقه مدير فني مش سهل ان حد يثق فيه او هو يثق في حد، يعني طبعا حضراتكم عارفين تفاصيل البطوله اللي فاتت دي وصلنا فيها للنهائي وكان ليه دور فيها. كابتن محمد شوقي كادر فني محترم وهيبقى ليه دور بعد كده في النادي الاهلي سواء في قطاع الناشئين دلوقتي او فيما بعد ممكن يكون في الفريق الاول الله اعلم.